أهلا بكم في نشرة استدامة. اختتمت مؤخرا أعمال الدورة الثانية من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة في مملكة البحرين، والذي جاء بعنوان تحقيق الحياد الكربوني الصفري طرق تسريع التنفيذ، حيث حققت هذه النسخة من المنتدى إشادات واسعة من قبل المشاركين لأكثر من 350 من قادة الأعمال وخبراء الاستدامة الإقليميين والدوليين، و40 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، لما تضمنته هذه النسخة من محاور وموضوعات مهمة تسهم في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية، والتي سعت لتحفيزهم على تبديل الخبرات والتجارب والأفكار المستدامة التي تسهل وتسرع هدف الوصول للحياد الكربوني والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في سياق مستقبل الطاقة والتحول الاقتصادي. مؤتمر الاستدامة والحياد الكربوني 2024 للشرق الأوسط مؤتمر مهم لجذب الأطراف المعنية بالمشاريع في الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. يتطرق المؤتمر إلى عدة أوراق من ناحية التمويل المؤسسي لبناء المشاريع التي تحقق الحياد الكربوني، بالإضافة إلى التكنولوجيا الجديدة التي نحتاجها لتحقيق استراتيجيتنا. العمل المناخي في عالميا مو بس في مملكة البحرين يحتاج إلى ثلاث أشياء. أول واحد هي نقل التكنولوجيا، توفير التمويل، وبناء القدرات. فهاي مجموعة من أوراق العمل التي ستتم مناقشتها، كيف يتم إيجاد الحلول، التمويل اللازم للحلول القائمة على الطبيعة، ما هي التكنولوجيا التي ستساهم في الحد من التأثيرات المناخية مثل نقل التكنولوجيا والتحول الطاقي أو اصدار الكربون، بالإضافة إلى بناء القدرات، اكتساب المعرفة وتبادل الخبرات في هذا المجال. أكد عدد من الخبراء والمسؤولين الدور الفاعل الذي تلعبه الممارسات المستدامة في القطاع الصناعي. جاء ذلك على هامش اجتماعات الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي عقدت في مملكة البحرين مؤخراً. هذه التقنية اللي احنا من خلالها نقدم فرصة إلى هذه المصانع، إذا قارنا التقنية هذه بالتقنية المتعارف عليها أو إذا صح التعبير التقليدية، فإحنا نقول إن التقنية هذه مالتنا تقنية طاها لمعالجة خبث الألمنيوم، عندها إنتاج كربون أقل من التقنية التقليدية بـ 81%. فهذا يعني هذه تعتبر نسبة كبيرة ونسبة ممتازة، وتخلي يعني الشركات هذه اللي تنتج ألمنيوم تسعى للوصول إلى مثل هذه التقنيات. إن هي سيارات يعني صناعة سيارات كهربائية، فإحنا يعني أكيد هدفنا الاستدامة، وهدفنا إنه إحنا يعني نخفض الفوتبرنت للكربون، ويعني طبعا من منطقتنا يعني من دولة الإمارات بعد كوب 28 هنشهد إن شاء الله يعني إنجازات مختلفة جدا في موضوع إنه نخفض بصمة الكربون، ونحن نكون عامل رئيسي إن شاء الله في السيارات الكهربائية، بالذات في موضوع السيارات الكهربائية والشواحن والإنفراستراكشر للسيارات الكهربائية إن جنرال. بهدف تحقيق أعلى معايير الاستدامة، أعلنت شركة حديد البحرين، الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج وإمداد كريات الحديد عالية الجودة، عن توقيع عقد مشترك لتمويل المستدام، لتؤكد بذلك التزامها الراسخ بالمبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات باعتماد مبادئ الاستدامة ووضعها على رأس أولوياتها. هذا وتعتزم الشركة توجيه عائدات القرض لتمويل النفقات الرأسمالية لتشييد أكبر سقف إنشائي في العالم مزود بألواح الطاقة الشمسية لتغطية منطقة مواد خام الحديد، إلى جانب تغطية متطلبات التشغيل الرأسمالية. أطلق رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز عددا من الأنواع النادرة من الكائنات الفطرية التي تعمل المحمية على الحفاظ عليها وإكثارها، وذلك ضمن جهود الهيئة لتطوير المحمية لدعم التنوع الأحيائي وتعزيز التوازن البيئي وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأكد الأمير تركي بن محمد اهتمام القيادة بحماية البيئة الطبيعية ورعايتها من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة في المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أهمية دور المحميات الملكية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة مبادرة المشاريع البحثية الخضراء التي تهدف إلى تمويل ودعم المشاريع البحثية التي تركز على الاستدامة والتغير المناخي. هذا وذكر الأستاذ الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي أن هذه المبادرة تعكس التزام الجامعة بالمساهمة الفعالة في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي تعزيزا للجهود العالمية في رفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة وتعزيز البحث العلمي في المجالات التي تؤثر إيجابا على البيئة وتحقق التنمية المستدامة. بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع الأرجنتين أول مهمة بحثية علمية للتحقق من وجود مواد بلاستيكية دقيقة في القارة القطبية الجنوبية في إطار جهود مكافحة هذه المشكلة البيئية المتنامية. وذكرت الوكالة في بيان لها أن فريقا مكون من شخصين سيقوم بمهمة تستمر لمدة شهر واحد لتقييم تأثير المواد البلاستيكية الدقيقة من خلال التحقيق في وجودها وتوزيعها في مياه البحر والبحيرات والرواسب والرمال ومياه التصريف في القطب الجنوبي. هذا وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن دخول المواد البلاستيكية الدقيقة في السلسلة الغذائية للكائنات الحية في القطب الجنوبي سيؤثر سلباً على صحة الحياة في المنطقة وقدرتها على التكيف مع تغير المناخ. طور علماء صينيون تكنولوجيا جديدة تسمح بتصنيع وقود ديزل حيوي ذو محتوى أعلى من الكتلة الحيوية باستخدام الدهون الحيوية ومكونات تكرير النفط الخام لإنتاج وقود ديزل حيوي للمركبات. ووجد العلماء أنه كلما زاد محتوى الكتلة الحيوية للديزل الحيوي زادت كفاءته في توفير الطاقة وتقليل الكربون. هذا وستتمكن التكنولوجيا الجديدة من المساعدة في جهود الصين لتعزيز استخدام وقود الديزل الحيوي الأكثر صداقة للبيئة، وستساهم في الوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحقيق الحياد الكربوني على الصعيد العالمي.